للمرة الأولى في تاريخه تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه أمس الأحد على ضيفه القطن الكاميروني بهدفين لهدف في إياب نصف نهائي النسخة 23 الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي. الأهلي الذي أنهى مواجهة الذهاب على ملعب أومين سبورت في مدينة جاروة بهدف دون رد في 13 من الشهر الجاري. تأخر في النتيجة بعد أن استغل جوزيف كومبوس مهاجم الضيوف خطأ مشترك بين قلبي الدفاع والحارس شريف إكرامي وسجل هدف التقدم بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة اللقاء. نادي القرن الخبير بمثل هذه المواعيد عاد للقاء بقوة ونجح نجمه البوركيني موسى إيدان في إحراز هدف التعادل في شباك فريقه السابق بمجهود فردي رائع في الدقيقة 41، وبعد نحو 6 دقائق من إلغاء الحكم الزامبي جاني سيكازوي لهدف رأسي للمهاجم عمرو جمال بدعوى ارتكابه مخالفة ضد الحارس. الأهلي الذي سبق له المشاركة في هذه البطولة عامي 2003 و2009 وودعها أمام إينوغو رينجرز النيجيري من ربع النهائي في المرة الأولى مع البرتغالي توني أوليفيرا، وغادر في الثانية أمام سانتوس الأنغولي بفارق ركلات الترجيح مع البرتغالي الآخر مانويل جوزي. وصل الفريق ضغطه على البطل الكاميروني بفضل تألق نجمه الموهوب وليد سليمان الذي سدد مخالفة مباشرة في القائم الأيمن تبعها بأخرى في القائم الأيسر، فوجدت زميله عمرو جمال الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى قبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء. التأهل التاريخي لعملاق القارة الأول هو الثاني في تاريخ الأندية المصرية في هذه البطولة التي انطلقت عام 92، وتمكن شوتينج ستارز النيجيري من الظفر بأول ألقابها على حساب فيلا الأوغندي، حيث سبق الإسماعيلي عندما تمكن من بلوغ نهائي نسخة 2000 وحل وصيفا خلف شبيبة القبائل الجزائري بعد تعادله بهدف لمثله في الإسماعيلية ذهابا وبدون أهداف إيابا على أرض الكناري. هذا ويواجه الأهلي في النهائي فريق سيواسبور من كوت ديفوار الذي نجح في الإطاحة بمنافسه ليوبارا الكونغولي بفوزه ذهابا بهدف دون رد على أرضه وتعادله سلبيا خارجها، وهي المرة الثانية التي يتبارى خلالها الزعيم مع فريق إيفواري على كأس إحدى البطولات في قارة المواهب بعد أن توج بآخر ألقابه في أبطال الكؤوس عام 93 على حساب أفريكا سبور بتعادله ذهابا في أبيجان بهدف لمثله وفوزه إيابا بالقاهرة بهدف أحرزه عادل عبد الرحمن من علامة الجزاء. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ضيوفي الكرام، ضيوفي الكبار، استاذ محمد الرؤوسي منورنا ومشرفنا، اهلا وسهلا بيك. اهلا بك يا كابتن، سعيد التواجد معك. يا الف اهلا وسهلا وصديقي اللدود جدا على اعزك، اهلا بيك. ازيك كابتن، ربنا يخليك. معاك الرؤوسي راجل جميل. انا الاول بس فين احمد الخضري؟ بس والله يعني مين احمد الخضري؟ احمد الخضري كان مين الخضري؟ احمد الخضري اللي كان معايا في ماتش السوبر اللي حضرتك دايما بتجيبه ويقعد قدامه بتاع الزمالك. اخر مره كان موجود في السوبر. احمد الخضري يا والله احمد الخضري اللي هو رئيس قسم الرياضه في الاسبوع، و عارف الاسبوع ده محترم. كان اللي هو ده كان بيجي معايا هنا، اختفى من ساعه ماتش السوبر. والله كنت حضرتك دايما تجيبني معاك في ماتشات السوبر، ماتشات الزمالك الابيض. التخين ده اختفى يطلع معاك يعني. لا كان دايما بيكون موجود معايا، مش عارف على فكره. انا بقاله فتره بقاله ده اخر مره مسك علاء. لا خلاص علاء، بس انا جيت خلاص علاء. مره طلعت معاه لا في الاذاعه وكسبني في الاذاعه، كسبني مع حضرتك في الاذاعه، جيت رديت له ماتش السوبر. يا كابتن السوبر ايه؟ اهلي وزمالك. وكان بيلعب غيري ولا ايه؟ لا ماتش السوبر هنا لما كان هو كان بيحلم ان هو يكسب السوبر. ده نتيجه. لا مش نتيجه، ولا توقعات. قلت لي ان هو خلص على علاء لما انا طلعت انا ما هو معاك. ايه اللي حصل؟ انت ظبطت علاء، قعدت التوازن. وبعدين خضر، انا فاكر الخضر ده لبيت في الحوادث. وعايزنا يا خضري يا رب يكون سامعنا، لانه سمعنا هم بيستفزوك الاثنين. انا ماليش دعوه، انا عارف ان علاء عزت اهلاوي، ما اعرفش القصي اهلاوي ولا مش اهلاوي.
لازم يعني؟ اه ايه المشكلة؟ لا هو مفيش مشكلة خالص، يعني احنا يعني احنا بنشتغل في مجال اي حد فينا ليه مشاعره الانسانية ومشاعره الخاصة، لكن في النهاية ده ما يأثرش على أدائه في عمله. يعني بجد يعني بص هقول لحضرتك مش محتاج اهلاوي يعني مثلا، لا مش هقول كابتن شوبير راجل اهلاوي ومحدش يقدر يتكلم في الجزئية دي، لكن لما بيجي يشتغل في الجزئية الأحمر ده كلام انا بحب الاهلي. ايوه كده خلاص تمام عشان تبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. اهلاوي وزملكاوي طبعا كل واحد بجد الترحيب بضيوفي الاعزاء الاهلي وعلاء عزت والفوز بالامس على القطن الكاميروني والتاهل للمباراه النهائيه. الاهلي بص النهائي ما بيفرطش. لا طبعا يا كابتن طبعا، يعني الاهلي ده الفريق الوحيد في البطولتين دوري الابطال والكونفدراليه اللي جاي من بعيد. الفريق الوحيد جاي من بعيد. انا كنت لما الاهلي بدا مشواره في دوري الابطال كنت واضع مع حضرتك هنا وقلت لك الاهلي غير مؤهل للفوز ببطوله دوري الابطال. وقلت لحضرتك وجيت بعد كده لما الاهلي انتقل الكونفدراليه قلت لحضرتك النادي الاهلي بات مؤهل ان هو يفوز بالكونفدراليه من فتره، وفعلا لان كانت ظروف النادي الاهلي ظروف البطوله كمان الكونفدراليه كانت احسن شويه للنادي الاهلي، كانت ابتدت الصفقات عوده بعض الناس ترجع للنادي الاهلي في بعض المصابين رجعوا، فانا قلت لحضرتك النادي الاهلي مؤهل ان هو يكسب الكونفدراليه، وبالفعل هو خلاص يعني وصل لمرحله اللي الناس يعني تقريبا الاهلي باذن الله باذن الله هو البطل المهدي المنتظر للبطوله باذن الله. محمد القصي فوز الاهلي على الدفاع الحسن الجديد ذهابا وايابا، لانه انت عارف يا دوب الهدف اللي سجله احمد رؤوف في الثواني الاخيره من اللقاء ده كان جواز السفر او جواز المرور للوصول للمباراه النهائيه. انا دايما بقول بيبقى في مؤشرات او علامات انك ممكن تاخد البطوله. انا قلت الميدو قبل نهايه الكاس كده بكام يوم قلت له ميدو هتاخد الكاس، لان قلت له كانت في مؤشرات انك ممكن تاخد بطوله كاس مصر. هل التاهل الصعب جدا للاهلي ووصوله ثم اداؤه الجيد في المجموعات ثم ووصوله للمباراه النهائيه على حساب القطن الكاميروني كل ده كان دايما الكابتن بيخسر في اول مباراه ليه كان دايما الكونفدراليه بيخرج منها من اول مباراه بيلعبها. مظبوط احنا كسبنا مره بطل انجولا هنا 3-0 سانتوس انجولا كان مع اخر مباراه للمانويل جوزيه كان يريد ان يحسن الختام. تقريبا 15 مره الاهلي في النهائيات حقق منها 12 بطوله، المنافس المره دي مش صعب قوي لكن المنافس المجهول ده بيخوفني شويه يا ابو احمد رغم ان احنا لعبناه مرتين في المجموعه. يعني هخش على الجزئيه الاول اللي حضرتك سالته اللي هو الوصول الصعب جدا خروج من عنق الزجاجه من دور ال 16 ويكاد يكون من ثقب ابره يعني زي ما بيقولوا. الاهلي كان بعيد وخلاص والناس فقد الامل والاهلي بره وهتلعب في اخر دقائق في المباراه وفجاه يجي لك اخر ده ايه خالص اخر اوت اخر ده مفيش اخر لعبه في المباراه اخر اوت اخر اوت وخطه الله ده يديك مؤشر ان الاهلي سيكون له نصيب كبير في ان يكمل ويحقق انجاز تاريخي زي ما هو يعني مجرد وصوله للنهائي دخل تاريخ لان اول مره فريق النادي الاهلي يوصل للمكان ده واول مره فريق مصر يوصل للنهائي. اظن كان البعض ثاني مره ما مش بالتقابل اسماعيلي وصل يا كابتن سيد المان قديم ولا كان باسمها لا كان في بطولتين اللي هي كاس الانديه ابطال كؤوس وكاس الاتحاد الافريقي كانت بطوله ثانيه بعد كده تم دمجهم في بطولتين اصبحت بطوله كاس الاتحاد الكونفدرالي الافريقي اللي بدات سنه 2004 الاسماعيلي وصل سنه 2000 ولعب مع وفاق سطيف وخسر في شبيبه القبائل شبيبه القبائل شبيبه 1-1 هنا 0-0 هناك بالظبط وفي اخر دقيقه محمد شبيبه القبائل وبعد كده سنه 2002 المصري وصل للسيمي فاينال وطلع برضه من الافريقي التونسي ايوه اتعادل هناك وخسر 4-0 فحكيت ان اي نادي مفيش اي نادي وصل لهذه البطوله تحديدا لان الاهلي فاز بالبطوله اللي قبليها ده اللقب اللي باقي للنادي الاهلي عشان يبقى خد كل الالقاب اللي على كل المواضيع زي الترجي التونسي يعني الترجي التونسي هو الفريق الوحيد طبعا ما بيستواش مع الاهلي لكن هو الفريق الوحيد اللي خد كل البطولات وخد كل الالقاب اللي موجوده في قاره افريقيا. الاهلي باذن الله لما ياخد الجزئيه دي هيقدر يتسامى مع الترجي ويخش مع التاريخ. فكون ان الاهلي يصعد من هذا الثقب الضيق ويتقدم ويمشي بشكل جيد في دوري المجموعات شفناه مع الكابتن فتحي مبروك في الدور الاول عمل اداء كويس ونتائج كويسه وحصل تعثر مع بدايه الجرودي جريده ولكن الامور بدات تظهر بشكل كويس وتصير بشكل كويس وقدر يؤدي بشكل جيد ويكسب مباراه هناك ومباراه يعني بخلاف النص ساعه الاول اللي كان فيه نوع من الابتزاز من اسوء ما يكون بالظبط اهتزاز وارتباك ومساحه كبيره جدا بين الوسط والدفاع والدنيا وعدم تمركز وعدم انتشار جيد الدنيا اتلمت وبقت كويسه وقدرنا نطمن الاهلي يوصل لان اعتقد ان الاهلي فرصته كبيره جدا ان يحقق البطوله المهمه جدا مش مهم يعني البعض دلوقتي برضه
برضه بيشكك في قيمه البطوله بالنسبه للاهلي. انا ما بتكلمش عن البطوله مش اقارنها بدوري الابطال على الاطلاق، لكن في النهايه هي بطوله لابد ان مصر تاخدها، يعني اصبحت بطوله نحت بالنسبه لنا. فان شاء الله الاهلي يدخل مع فريق سيوسبورت اللي قدر يتغلب عليه في دوري المجموعات وكان متفوق عليه، هو مش فريق مرعب ولا حاجه يعني. فاعتقد ان الاهلي نصيبه كبير جدا في ان يحقق اللقب ده. طيب علاء، الفوز على سيوسبورت في دوري المجموعات كان بصعوبه برضه طبعا، 1-1 هناك، وان كان الحكم الغنا هدف صحيح تتذكر طبعا، ثم 1-0 هنا، بس تعبونا. الان وصول سيوسبورت الى هذه المرحله، المباراه النهائيه دي حسابات تانية، حسابات اخرى، فريق بلا جماهيريه بلا ملعب تقريبا، اللعيبه كلهم صغيرين، ما بتخافش من طموحاته وصوله النهائي ممكن يعمل لها نوع من انواع القلق يا كابتن؟ دايما في المواعيد الكبيره او المباريات الكبيره دايما بيكون الخبره بتبقى ليها دور مهم جدا. اخوانا في الشمال افريقيا، في تونس، الجزائر، المغرب، يقول لك المناسبات الكبرى. نعم، فاحنا بنقول المواعيد الكبرى. بيكون الخبره مهمه جدا. فريق القطن الكاميروني زي ما حضرتك قلت والاستاذ محمد قال ان هو تعب النادي الاهلي اول 25 دقيقه، لكن صحيح. لكن انا عن نفسي كنت طبعا المباراه ما كنتش قلقان حتى في البدايه السيئه للنادي الاهلي، او بدايه ضربه البدايه ليه في المباراه كانت سيئه. شريف شال واحده في الاول. لا بس برضه ما كنتش قلقان، لان فريق عشوائي. عشوائي. فريق عشوائي، فريق يعني الفريق اللي ما يقدرش يسجل على ارضه ويسجل هنا تعرف على طول ان هو فريق عشوائي، لانه على ارضه كان لا كان لا 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 يا كابتن، لا ما ده عشوائي يا كابتن، معناه يا كابتن لو فريق منظم هيكسب على ارضه. لا يا كابتن، احنا بنتكلم على كام مباراه يا كابتن؟ احنا بنتكلم على ست مواجهات بينه وبينهم يعني. يعني الاهلي عارفهم كويس جدا، احنا عرفناهم، شفناهم بيلعبوا على ارضهم ازاي، شفناهم بيلعبوا هنا ازاي. لكن فريق سيوسبورت افضل بكتير جدا منه، افضل تنظيميا طبعا. فريق منظم جدا جدا، افريقيا منظم جدا فنيا، لاعبين مش دوليين بس مخضرمين. يعني فريق الاوتون كاميرون ده مش ده ابدا خالص الفرقه اللي احنا الاهلي قبلها. رازم كامل المهاجم النيجر رقم 9. لكن حضرتك مثلا شوف حضرتك مثلا قائمه الاوتون كاميرون الاهلي بس فاتت في السيمي فاينل دوري الابطال غير القائمه الموجوده خالص دلوقتي، الفريق بيتغير. لكن عكس سيوسبورت الفريق بتاعه تقريبا شبه ثابت بقاله 5 مواسم، فبالتالي في تنظيم شويه. الاوتون كاميرون بيغير مدربه كل سنه، سيوسبورت لا، المدرب بتاعهم بقاله 3 سنين معاهم، ففي شبه تنظيم. في شبه يعني فرقه كويسه يعني، كتير من الفريق ما خرجش، لا ما خرجوش، وفي منهم كتير جدا يعني. انت عارف طبعا، لولا بس ان كوت ديفوار منتخبها كله محترفين طبعا، كان ممكن كنت ممكن تلاقي 3-4 لعيبه منهم على الاقل موجودين في المنتخب كوت ديفوار. لكن انا مش قلقان من سيوسبورت، انا يعني لو كان الاهلي هيلاعب اي فريق في شمال افريقيا كنت اعتقد يعني كالعاده يعني كنت هتكون قلقان. لو فقط طبعا خصم يعني خصم دلوقتي القبائل، الكره الجزائريه دلوقتي بتعيش افضل عصراتها طبعا، افضل فتراتها على الاطلاق يعني. الكره الجزائريه بيبتدي ترجع تاني على العصر الذهبي بتاع اللي هو الجيل اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات. انا كنت قلقان يعني طبعا ما كانش معانا فرقه، بس كنت يعني شايف ان الاهلي فرصته اكبر كتير جدا من فوز سيوسبورت. والراجل جريده طبعا خلاص دلوقتي، الراجل جريده شخصيته وضحت جدا مع النادي الاهلي، ابتدى يقول انا، ابتدى يعني بيستخدم نفوذه بشكل كبير جدا. ودي وضحت، وكان اول مره يكشف عن شخصيته كان بعد مباراه القطن في الكاميرون. دي كانت اول مره ابتدى يتكلم مع اللعيبه بصفه الانا. يعني كان دايما كل مره بيتكلم على الجهاز الفني، لكن المره دي كان بيقول انا. كان اول مره ابتدى يتكلم بحده مع اللاعبين، كان يعني خلاص كان الراجل عايز يظهر شخصيته. طبعا كان الفرصه او النتائج اللي فاتت ما كانتش مساعداه او ان هو يفرض شخصيته او يتكلم مع اللعيبه بشكل فيه حده شويه. عشان كده حتى هم نفوا كتير ان هو كان في مشكله او صدام حصل بينه وبين حسام غالي، لكن الصدام حصل، كان في طبعا، كان في طبعا. ووجه كلام لحسام غالي في غرفه مغلقه بعد مباراه القطن الكاميروني، وجه له كلام شديد اللهجه اللي هناك طبعا، مباراه الذهاب اللي 1-0. وكان كلامه كله يعني موجه للاعبين، كان بيحذرهم 1-1 تقريبا، وبيقول لهم انا المدير الفني. ابتدى يقلل شويه من دور الجهاز الفني المعاون ليه، يعني ابتدى يفرض شخصيته. والراجل يعني حتى انا بسال كابتن وائل جمعه قبل ما يسافر، قال لي احنا يعني او يمكن مباراه القطن الكاميروني اللعيبه افتكرت نور الجوزيه، شخصيه نور الجوزيه بتاعت بعد مباراه القطن الكاميروني في هناك، في لعيبه كتيره جدا جدا هم واقفين في بيسمعوا كلامه، كتير جدا منهم افتكروا مانو جوزيه اللي هو الشخصيه والكلام الحاد والكلام اللي هو مش فرحان، ما بيبالغش في الفرحه. فانا بعتقد ان جريده ابتدى يظهر شخصيته مره اخرى. طيب خليني برضه طالما اتكلمنا على جريده استاذ محمد، اتكلم معاك في نقطه فنيه يعني، وانا الحاجات دي بجيبها من المطبخ شويه، انه زي ما قال علاء انه صحيح الراجل وبدا يثبت شخصيته وبدا يفرض شخصيته وده امر جميل، لكنه احساسي بقى انا كجانب فني ومن خلال اتصالاتي بعدد من سواء المحيطين بجريده او بالبعض من اللاعبين، بشعر انه بيهتم بالجانب الدفاعي اكتر من الهجومي. الاهلي تظهر ملامحه دفاعيا، يبان قوي في الكرات الثابته، يبان قوي في التنظيم الدفاعي،
يبان قوي انه شباكك لم تعد تهتز كثيرا زي الفاضي زي زمان على الفاضي وعلى المليان. هل شخصيه جريده الدفاعيه ظهرت ولم تظهر شخصيه الهجوميه؟ وده برضو ممكن ياثر على مردودنا في المباراه النهائيه او على مردودنا دلوقتي. انا بتكلم مردودنا لانه الاهلي بيمثل مصر كلها، او على مردود الاهلي في مباراه الدوري العام اللي هتبدا الخميس المقبل. بالطبع يعني كل مدرب بيكون ليه فكر وطريقته اللي بيلعب بيها واللي يقدر يحقق بيها الهدف. هو عنده قناعه ان انا لما اظبط فريتي من الخط الخلفي هقدر العب بشكل جيد جدا في منطقه الوسط، وبالتالي اقدر اعمل انتاج كويس في الهجوم. يمكن حتى ده ظهر كبير، يمكن احنا قبل المباراه كلنا كنا متوقعين ان يلعب محمد فاروق جنب عمرو جمال عشان ان هو عايز يحسم المباراه مبكرا، لكن فجأة الجميع بلعب ما نزلش فاروق ولعب بيدان ووليد وتريزيجيه وغالي وخيري على اعتمادا على عمرو جمال كراس حربه وحيد صريح قدام وتحصل له المساعده والمسانده الهجوميه بيدان ووليد سليمان. بالظبط. فده بيبين شخصيته وبيبين فكره اللي هو هيشتغل بيه مع النادي الاهلي، لكن اعتقد ان في بعض المباريات هتجبره انه يتغير الفكر ده لما يحتاج يكون محتاج لفوز بشكل جيد وبشكل قوي. اعتقد ان هو لابد ان يلعب باثنين مهاجمين لو احتاج ده بدرجه كبيره جدا، او ربما هو شايف ان بيبقى عنده ثلاث مهاجمين في وقت واحد افضل من اثنين موجودين. يعني لما يبقى واحد وتتحصل له العمليه في الزياده الهجوميه، خصوصا ان وليد سليمان بيزيد بدرجه كبيره جدا ويدان بيزيد بشكل كويس جدا، وشفناه ازاي امبارح عمل اختراقات كبيره جدا خصوصا في الهدف، وكان في مهاره عاليه جدا قدر يحط بيها الهدف. فده جانب كبير من شخصيته اللي الراجل ماشي بيحقق انتصارات بيها وماشي بشكل جيد جدا. فاعتقد ان هيستمر. بس وليد سليمان انا كلمت وليد سليمان في النقطه دي بالذات تحديدا نقطه الجانب الدفاعي. وليد نفالي تماما الراجل يكون عنده نزعه دفاعيه او بيهتم بالدفاع اكتر. لا انا بقول ان شغله الشاغل شغل الدفاع تنظيم الدفاع لكن لسه بصمات الهجوميه لسه بالظبط. هو قال لي شغله الان انه ينظم الجانب الدفاعي بحيث يضمن الا تهتز شباكه، بعد كده ممكن يخطف هدف من كره ثابته. هي دي النقطه اللي انا مثال السؤال ده قال لي لا قال لي الراجل في تدريباته كله مركز على الشق الهجومي. قال لي انتوا قال لي التلفزيون ما بيبينش الراجل انفعاله ازاي على الفرصه بتضيع. لا بانفعاله لا لكن هو 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 انا سالته اي حد واضح قال لي لا قال لي في التدريب بيكون بينزعج جدا في التدريب لما الفرصه بتضيع. قال لي ان هو اكتر من مره قال لك انا امنيه حياتي الاعب ثلاث رؤوس حربه في النادي الاهلي. بالظبط احنا كده متفقين. هرجع للنقطه دي ثلاث رؤوس حربه، لكن معايا استاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. مساء الخير يا استاذ عامر. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك ازي حضرتك؟ حاجه ضيوفك طبعا سامعهم بس ان ما مش استاذ علاء عزت والاستاذ محمد القصبي بيمسوا عليك يا فندم. سلام عليكم. طيب لنا مظلمه منك. اتفضل. مباراه الاهلي رحلتها من 7:15 ل 5:15 ده تعرض مع مباراه. تعرف ظروف الدوري السنه دي قناه بتنقل وقناه بتنقل، بنحط الاسكادول بتاعنا وبعدين بنفاجئ انه مباراه والاهلي بيلعب او الزمالك بيلعب بيبقى من الصعب انها تعمل نسبه مشاهده. يا استاذ عامر لماذا التغيير وهل في امل انها تعود الى وضعها الطبيعي والمرحله اللي جايه؟ عايزين تنسيق عشان ما يبقاش في ظلم حد لحد على حساب حد. لا انا من رايي كده تماما في الجدول اللي حصل ان كابتن سراج او العميد سراج ولم قال ان كابتن شوقي بعد ما كانش تاجيل المباريات زي ما هو كان فرض ان هو عايز يقدم مباراه الاهلي عشان تلحق اللعيبه تطلع من بعد المباراه على المعسكر اللي هو هيعمله قبل مباراه الاهلي بيوم يوم واحد وانضموا اللعيبه عشان كده عشان ما اظلمش حد. انا مباراه دجله والشرطه بلغت من اول امبارح للناس كلها وعلى موقع الاتحاد قلت لهم يحطبوها على موقع الاتحاد وبلغت الناديين ان المباراه بتاعت دجله والشرطه بقت 7:30 والاهلي هو اللي 5:15 يعني بدلت المباراتين مع بعض. يعني وده دجله والشرطه. طب حلو تمام. طب انت موجود هتلاقيها حضرتك على الموقع والانديه. صدق انا كنت اصلا بكلمك اشكرك مش بشتكيك. ده حلو. بس انا دخلت النهارده على الموقع تعالى كل ما لقيتش الكلام ده بس مش موجود على الموقع. مش موجود على الموقع. مش موجود على الموقع. متبلغين ان احنا هنعمل الاستوديو بتاعنا بدري. ده انت كنت هتجيبني من الساعه 1 الله يسترك. لا والله انا مبلغ الفاكسات كلها للناديين ومبلغ اداره المسابقات. يعني اذا مباراه وادي دجله والشرطه اترحلت بدل مكان الاهلي والرجاء. ده اخذ مكان ده وده اخذ مكان دوت. تمام. خليك على كده على طول. المباريات اللي كابتن شوقي يا عامر خليك على كده على طول. لا 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 خليك لا لا يعني المؤتمر صاحبي كابتن احمد. يمكن برضو اعلنت كده في المواقع كلها ان في ورشه عمل ان شاء الله قبل مباراه الاسبوع الخامس بعد التوقف على طول. بعد اجازه العيد مع المراقبين والمنسقين الامنيين ومديري اداره الاعلام في الانديه كلها في النادي عشان نشوف طريقه للمؤتمر الصحفي بانه يطلع بطريقه تليق بالدوري المصري. عايز اقول لك حاجه مهمه يا حاج عامر، احنا بنكمل بعض وده يمكن لو حضرتك شفت جزء من الحلقه من الاول يعني هتلاقينا
بنحاول اذا كان في خلافات بنحلها، اذا كان في قضايا بنتابعها، لكن ده امر جميل. وبالفعل انا بتمنى بجد انه خلاص احنا في امر واقع، قناه بتنقل وقناه بتنقل، بحيث ان الجماهير تستمتع سواء هنا او هنا، خاصه في المباريات المذاعه تلفزيونيا. لا حضرتك انت شفت في الشتاء توقيتات انا في الصيف ما كنتش اقدر اعمل ثلاث مواعيد ان الحر جامد جدا، ما اقدرش العب فرقه الساعه 2 وما اقدرش اتاخر بالليل قوي، انما اول ما جه التوقيت الشتوي بقى الساعه 3 و5 وربع و7 ونص. صحيح، مش هيستحيل يبقى فيه الا مباراتين بس اللي هم في وقت واحد، يا 3 يا 5 وربع، هم بس اللي بيبقوا في وقت واحد، بقيه الماتشات على الايام كلها علشان اكبر عدد من المباريات تبقى مذيعه ان شاء الله. سحبنا الشكوى يا سياده القاضي. نشكرك شكرا جزيلا الحاج عامر حسين. ده كلام حلو يا استاذ محمد، انه احنا كلنا كده في مركبه واحده، حضرتك كاعلامي وانا كمحلل او كمذيع واتحاد الكوره ولجنه المسابقات والناس المسؤولين على الملاعب وادارات الانديه والمدربين، بس ان احنا نصل لنجاح في النهايه. احنا نفسي يا كابتن نصل لجدول ثابت، يعني قبل ما يبدا الدوري معروف بالساعه والتاريخ زي ما بنشوف في كل دوريات العالم. ليه واحنا اقل منهم في ايه يعني؟ ان احنا يبقى عندنا الدوري ثابت محدد، لان عندك كل الارتباطات القاريه والدوليه معروفه من 15 سنه لغايه سنه 2022. هتلاقي عندك افريقيا، لا تلاقي كل شويه جاي لك ماشي، على الاقل في الاتحاد الافريقي عندك سنه معلومه. لا والله ابدا، ولا عندك يومين حتى يا كابتن، يعني ما بيحصلش تغييرات لا في دوري الابطال ولا في يا راجل. انت قول لي بالله عليك، بالله عليك، الاهلي وصل امبارح للفاينل، النهارده 29/9 هيلعب مباراه 30/11 و7/12، يعني اقعد الكونفدراليه 10 يعني دوري الابطال يخسر الشهر الجاي شهر نوفمبر كده في الدنيا يا راجل، بيبقى فيه ماتش في اخر 10 ماتشات يعني دوري الابطال ولا حتى لو دوري، يعني ايه تاخر طبعا مسافه بعيده قوي جدا، يعني مسافه في كده دبلك يعني يلعب لك بين مباراه الذهاب والعوده اسبوع، وبين المباراه وبين مرحله ومرحله شهر حاجه غريبه. شهرين ده شهرين ويا ريس، ده من يوم 28 ل 30 من 28/9 ل 30/11. لكن ايا كان الموعد ده معروف يا كابتن من دور ال 32، معروف انه هيتلعب في الوقت ده يعني. فانا نفسي وامنياتي للدوري بتاعنا انه يكون دوري منتظم، دوري محترم، بالساعه، بالوقت، باليوم، مفيش تأجيل، مفيش تأجيل زي ما حصل في الأسبوع الرابع. وحنا بنحيي لجنة المسابقات، لو كان الخبر منشور على موقع اتحاد الكرة الأتاني لمكان الكابتن شوبير ما كانش يقدر يعمل المنظومة دي، مش موجود. أنا النهارده دخلت على اتحاد الكرة، ما بقول لك حتى البيانات يعني مفيش أنا الموقع اللي عندي مش موجود، شوفوا في الموقع اللي عندكم عشان يبقى يمين يبقى شعر يمكن، وانا حدثت برضو هنا مش موجود عندي الله يستر. النهارده كانوا يورطوني والله، يعني كان لغايه لولا جبناه دلوقتي هيكون ممكن ما يجيبوش على التليفون. كنت حاجه انا الساعه 1 على الهوا والماتش راح فين؟ عارف الكوره فين؟ انا الماتش راح فين؟ والله النهارده موقع رسمي، موقع رسمي كان يورطني النهارده والله العظيم. موقع كان يورطني النهارده اخوانا بعمل تقديم الدوري، والله كان يورطني فهدافين الدوري، طلع ان احمد رؤوف المعروف الناس كلها عارفه اربع اهداف ليته في موقع رسمي، ثلاث اهداف بس. رحت جبت جبت كل ماتشات وجبت سجلات الماتشات كلها لحد ما اتاكدت ان هو جاب اربع اهداف مش ثلاثه. لكن في جون مش حاجه، ما انا مش مريتوش والله، بس الخبر يا كابتن عازم نبوس على ايديك الموقع بتاع اتحاد الكوره. خلينا نروح لفاصل نرجع نسال على عزت موضوع الثلاثه روس حربه اللي بيحلم انه يلعب بيهم جريده، اللي علاء عزت شايف انه بيسير على خطى منو جزيء، واضح انه علاء عزت شرب شاي بالياسمين.